يسعد صباحكم، يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال، ونتمنى لكم نهاية أسبوع موفق. هلا أنا بالنسبة لي نهاية الأسبوع رح أبداها اليوم بمعاينة لأحد الوحدات في مشروع جويا بلانكا التابع للمطور العقاري غرينيارد في منطقة أرجان. ولكن قبل ما أنزل وأعمل المعاينة، الواحد لابد أن يسلط الضوء على إيجابيات المطورين زي ما بيسلط الضوء على بعض السلبيات. فأمانة غرينيارد أول ما قرروا أنهم يطرحوا مشروع جويا بلانكا قالوا أنه رح يكون سعر القدم هو الأرخص في المنطقة، وفعلا نفذوا. اثنين، وعدوا أن يكون التشطيب بهذا المشروع على أعلى مستوى، وأنا طبعا زرت المشروع أكثر من مرة وتأكدت من هذا الشيء، واليوم إن شاء الله رح تشوفوه بنفسكم. ووعدوا أنه التسليم حيكون بالموعد. اليوم إحنا بنتكلم بدأوا يرسلوا رسائل للمعاينات قبل 3 شهور من الموعد الرسمي للتسليم. وطبعا جويا بلانكا هاي قصة نجاح من مجموعة قصص سابقة لغرين يارد. خلينا ننزل مع بعض نشوف الوحدة ونشوف التشطيب، واللي عنده أي وحدة في هذا المشروع ومهتم أني أستلمها بالإنابة عنه أنا حاضر بالخدمة، تواصل معي. طبعا بسم الله رح نبدأ السناجينج، رح أصور لكم باختصار وبعدين خليني أدقق مع المهندس على التفاصيل لأنه في تفاصيل كتير للسناجينج. بس الفكرة أنه أفرجيكم أنه مشروع جويا بلانكا تم عم يبدأ تسليمه، وفي بعض الملاحظات طبعا أكيد رح نكتبها مع المهندس، وأكد لكم أنه الوحدات بنفس التشطيب ونفس الكواليتي اللي كانوا حاطينه بوحدة العرض. طبعا عملاء القدامى والمتابعين القدامى بيتذكروا هذا المشروع. وطبعا هم في عندنا مثل لاندري روم، وهذا المطبخ بنفس البراند تيكا اللي وعدوا فيه. طبعا البورسلاين هذا الله يعزكم حمام الضيوف بنفس التشطيب، صراحة جميل جدا. خلينا نشوف مع بعض غرفة النوم. طبعا هذا بورسلاين ولكن بيسموه وود إفكت. هذا الحمام التابع لغرفة النوم نفس الشيء بنفس الكواليتي والتشطيب، صراحة جميلة جدا. طبعا في بعض النقاط رح نسجلها بالتشيك ليست، ورح أرجع مرة ثانية ويمكن ثالثة حتى أعاين وأتأكد الوحدة إنها 100% بشكل سليم.